كلمة السر والعقل المدبر لفريق نادي طلائع الجيش كابتن شريف الشمرلي. ازيك حضرتك يا كابتن؟ اهلا وسهلا. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام كله تمام. الف مبروك على فوز مستحق. الله يبارك فيك يا فندم. الحمد لله فضل كبير من ربنا. الحمد لله الحمد لله. يعني اكيد كان الموضوع اخذ منك مجهود ومن اللعيبه مجهود، يعني اشتغلت ازاي على البطوله دي؟ والله هو احنا انا استلمت المهمه في شهر 11، واعتقد ان يعني الاولاد لقيت فيهم احساس ان هم عايزين، يعني السنه دي باذن الله لازم كان في اصرار ان احنا نحقق بطولات، مش بطوله واحده باذن الله. فكان العمل يعني زي ما بيقولوا، شفتونا مثلا النهارده احنا كنا بنتمرن، ده تمرين بعد الظهر، كان في تمرين الصبح برضو، فكان في عمل يعني دؤوب خلال الفتره اللي فاتت، وتعبنا الحمد لله وادينا بشكل جيد جدا جدا في مباريات الدوري. وبعديها كانت الخطوات بالنسبه لبطوله الافريقيا الحمد لله، يعني سبقها معسكر صغير كده في شرم الشيخ، كان في تاكيد على نقاط القوه الكبيره. اللعيبه بيقولوا ان انت ما كنتش سايبهم في شرم الشيخ. اه والله تمرين الصبح وبعد الظهر يمكن اخذوا يعني مرتين يعني نص يوم كده راحه، بس بقيه الايام كان فيها تمرين مستوى عالي جدا، والحمد لله ربنا اكرمنا في الاخر الحمد لله. يعني من الفرق اللي حضرتك كنت عاملها حساب قوي في البطوله؟ طبعا كان في كذا فرقه، يعني هو البطوله من البدايه احنا ما كناش عارفين احنا هنروح نتحط في انهي مجموعه. فكان عندنا بعض الفرق، الفرق التونسيه طبعا هي فرق منافسه بشكل كبير جدا، يعني تونس ومصر ديربي. غير كده الفرق المصريه، الاهلي، الزمالك، سموحه، كلهم فرق في مستواهم عالي جدا. غير الفرق الجزائريه كمان، افريقيا تطورت حتى في الكره الطايره، الفرق اللي هي السودا كلها، كاميرون، كينيا، الفرقه دي بدات يبقى فيها كونغو، بدا يبقى فيها كره طايره على مستوى عالي جدا جدا. يمكن خلال الـ الـ يعني البطوله فوجئنا ان احنا اتحطينا، او يعني القرعه حطتنا في مجموعه صعبه جدا، سموها مجموعه الموت او مجموعه ناريه يعني. وجينا مع الترجي التونسي اللي احنا عاملين له حساب كبير، ومعاه وفاء الصيف الجزائري، ومعاه الخدمات العامه الكاميروني، ومعانا كمان سجون الكيني. وما كانش عندنا يعني حل غير ان احنا لازم نأدي بشكل مميز جدا عشان نقدر نبقى موجودين في دور الثمانيه، وبعديها في دور الاربعه، وبعدين دور النهائي. فاعتقد ان احنا الحمد لله يعني الولاد كان على يعني في المستوى خلاهم يحققوا مركز طبعاً اول. عشان كده انا برضو عايز اسال حضرتك، ايه اللي بيميز نادي طلائع الجيش، الفرقه بتاعتكم ايه اللي بيميزها؟ شوف حضرتك، البدايه تبقى يعني بنتكلم على منظومه محترمه، يعني عارفين احنا الجيش دايما بيبقى فيه انضباط بشكل عالي جدا، ويمكن الشخصيه بتاعه المنظومه دي منطبقه على شخصيتي انا شخصيا. فحصل تلاقي كده. في نفس الوقت انا شايف ان اللعيبه استقبلوا الكلام ده بشكل جيد جدا، بقى فيه انضباط بشكل عالي. شفتوا حتى المنظر النهارده عامل ازاي، كل واحد عارف ادواره ايه، الجهاز الفني، الجهاز الاداري. اعتقد ان في يعني هارموني كبير جدا الحمد لله الاربع خمس شهور اللي فاتوا، نتيجته كانت محتومه، يعني ان يكون في انجاز باذن الله. ولسه اتمنى من الله ربنا سبحانه وتعالى يبعد عننا الاصابات اللي كانت يعني مشكله كبيره بالنسبه لنا برضو في خلال الفترات اللي فاتت. وباذن الله نقدر نلعب الماتشات اللي جايه دي بشكل جيد، برضو عندنا فرصه ان احنا نكسب الدوري والكاس كمان. دعم لجيل اللعيبه من بعد البطوله، يعني طبعا هم الحمد لله بعد البطوله دي واخدوا حقهم وجالهم الدعم واللي يستحقوه. لغايه دلوقتي لسه رسميا لم يصلنا الخبر، بس احنا انا عارف كويس، هم الاولاد عارفين كل الانجازات اللي حققوها قبل كده بيبقى فيه يعني مكافئات بشكل عالي جدا. الناس هنا ناس محترمه جدا، تقدير عالي جدا. وقصه اساسا مش تقدير، مش بالماده على قد ما هو الاحساس اللي احنا شفناه من الناس والاهتمام. وباذن الله يعني اللي انا عارفه ان هيبقى في مقابله مع يعني سيادة وزير الدفاع، وباذن الله نتمنى كمان ان يكون في مقابله مع الرئيس السيسي. اعتقد ده هيبقى يعني دافع كبير جدا للعيبه ان هم يحققوا انجاز ثاني وثالث ورابع باذن الله.